بينما كان يتنزه أردوغان مع بوتين، كانت الطائرات الروسية تقصف إدلب التي يتواجد فيها أكثر من 1.5 مليون نازح سوري. في الوقت نفسه كان الجيش التركي يعتدي على السوريين الفارين من القصف في إدلب ويمنعهم من اللجوء إلى تركيا. إطلاق نار من الجندرمة التركية لإخافة المظاهرين. ندخل على تركيا بعد راجعين، يا حلونا اياها يا يوحبوا البراميل، يا دخلونا طيب عم يبيعوا فينا ويشتروا ليش. السوريون الفارون من القصف في إدلب تظاهروا عند معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا ونددوا بتخلي تركيا عنهم وحرقوا صور رجب طيب أردوغان. الحكومة التركية لا زالت حتى اللحظة لم توفي بوعودها، والنظام التركي الذي خان فيها الشعب الإدلبي والشعب السوري عامة. أما في داخل تركيا فما زالت السلطات التركية تقوم بحملات اعتقال عشوائية وترحيل قسري لآلاف النازحين السوريين بعدما صدرت فيما يبدو أوامر من أردوغان بطردهم. أردوغان فتح البلاد للاجئين السوريين حين احتاج لاستخدامهم ورقة لابتزاز الدول الأخرى وتحقيق أطماعه في بلادهم، ثم في النهاية أمر بالتخلص منهم.